هناخد مع بعض الفورم، والفورم يعني استمارة. ايه موضوع الاستمارة؟ الاستمارة هي عبارة عن معلومات شخصية للفرد بيملاها لما بيكون for example، يعني على سبيل المثال رايح فندق، فلما يكون رايح فندق في استمارة بيملاها بكل البيانات الشخصية بتاعته. فايه محتويات الاستمارة وايه البيانات المطلوبة علشان انا اقدر املها؟ اول حاجة بتقابلني عندي كلمة name. name يعني الاسم، ممكن يقول لي حاجة تاني، ممكن يقول لي first name، يعني اكتب لي الاسم الاول، وممكن يقول لي surname، وكلمة surname معناها اسم الاسرة او الاسم التاني اللي هو second name. كمان يطلب مني الادرس، يعني العنوان. كمان مهم جدا ان هو يقول لي date of birth اللي هو تاريخ الميلاد، او يقول لي place of birth اللي هو مكان الميلاد. كمان من البيانات المهمة جدا الجوب، يعني الوظيفة، ممكن في كلمة تاني من مرادفات كلمة جوب هي occupation، يعني برضو الوظيفة. كمان nationality، يعني الجنسية. من الحاجات المهمة انت بتتكلم انهي لغة، اللي هي الفيرست لانجويج اللغة الاولى اللي انت بتتكلمها ايه هي، والسكند لانجويج اللي هي اللغة التانية. مهم جدا من ضمن البيانات اللي انا اكتبها هي الـ period، كلمة period of stay لمدة الإقامة بتاعتك، قد ايه انت قاعد هنا، قد ايه. كمان من الشيء المهم الـ age، العمر، بتاعك قد ايه. hobbies، الهوايات بتاعتك، يبقى انا اعتقد ده كل محتويات الاستمارة. name يعني الاسم، first name يعني الاسم الاول، surname طيب يعني اسم الاسرة او الاسم الثاني، address العنوان، date of birth تاريخ الميلاد، place of birth مكان الميلاد، job ودي وظيفة. في مرادف لكلمة job هي occupation وظيفة، nationality الجنسية، first language اللغة الأولى، second language اللغة الثانية،
period of stay اللي هو مدة الإقامة، age اللي هو العمر، hobbies الهوايات. ودي كل الداتا أو البيانات اللي المفروض نملاها في سؤال الاستمارة. لو أنا قدرت أعرف المعاني بالمصطلحات دي، أنا هقدر إن أنا أستخرج كل المعلومات من التمرين وأضمن الدرجة النهائية في السؤال ده. اللي قدامنا دلوقتي ده تمرين على الفورم. أول حاجة عندنا أحمد علي is a manager. أحمد علي ده مدير. He was born in 1988. هو ولد في 1988 in Cairo في القاهرة. His first language is Arabic. لغته الأولانية أو الأولى is Arabic، هي اللغة العربية. And his second language ولغته الثانية is English، هي اللغة الإنجليزية. He lives in Helwan. هو عايش في حلوان. His telephone number is 0232121 3. احنا عندنا رقم 0، لما نقول رقم تليفون مش هنقول عليه 0، هنقول عليه O. طب امتى بنقول عليه 0 في الماثماتكس، في الرياضيات او العلم الحساب بقول عليه 0. اما لما بكون بتكلم في تليفون نمبر اقول على رقم 0 او، انما هقول عليه 0 في حاله ماثماتكس، يعني لو انا عندي معادله محاسبيه هقول عليها 0 1 2 3، يعني هنطق الصفر 0. اما لما اكون بتكلم على تليفون نمبر رقم تليفون هقول عليه او. قدامنا دلوقتي ده شكل الفورم الاستماره. طبعا زي ما احنا قلنا في البيانات اللي هتتملي في الاستمارة، أول حاجة الـ first name يعني الاسم الأول هيتملي، surname يعني اسم الأسرة، age اللي هو السن أو العمر، place of birth اللي هو مكان الميلاد، date of birth اللي هو تاريخ الميلاد، first language يعني اللغة الأولى، second language يعني اللغة الثانية، telephone number يعني رقم التليفون، nationality يعني الجنسية، address العنوان، job يعني الوظيفة. من التمرين اللي فات أقدر أستخلص كل البيانات الخاصة بالفورم وأكتبها، وبكده أضمن الفول نمبر أو الفول مارك أخده في سؤال الفورم في الامتحان.